سلم سفير الصين بمصر وممثلها لدى جامعة الدول العربية ليو لي جيان هذه الدفعة من الإمدادات الطبية إلى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، بما في ذلك 130 ألف قناع من طراز N95 لمساعدة جامعة الدول العربية على الاستجابة للوباء خلال الشتاء. وقال المبعوث ليو لي جيان في حفل التسليم إن الصين والدول العربية يساعد بعضهما البعض في السراء والضراء. في مواجهة تحدي الوباء توثقت التبادلات الصينية العربية في مختلف المجالات، ووصل التعاون الاستراتيجي الثنائي إلى مستوى جديد وعال. كما أود أن أؤكد على أنه في مواجهة حد الوباء المفاجئ لم يكن مستقبل البشرية ومصير جميع البلدان مترابطين بشكل وثيق كما هو الحال اليوم، لطالما كانت الصين والدول العربية شركاء جيدين من أجل منفعة المتبادلة وإخوة جيدين يتشاركون في السراء والضراء. إن شجرة الصداقة الصينية العربية متجذرة في التربة الخصبة المملوءة بالاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، ولا يمكن أن تهزها أي رياح. في يوليو من هذا العام منحت وزارة الخارجية الصينية جامعة الدول العربية الدفعة الأولى من المساعدات الطبية، بما في ذلك الأقنعة الطبية العادية وأقنعة من طراز N95، فيما أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي عن امتنانه للصين على مساعدتها المتواصلة. ليس اليوم إلا علامة أخرى في طريق طويل من التبادل، تبادل الدعم وتبادل المساندة ما بين الجانبين، وبالذات في ظل هذه الظروف، ظروف الجائحة الخاصة بكوفيد-19. هذه الهدية التي منحت الصين الجامعة إياها هي هدية قيمة، ونحن باسم معالي الأمين العام نشكركم، نشكر الصين ووزارة الخارجية الصينية.